ده السؤال المهم. احنا دلوقتي في خصوص نوة المكنسة والظروف اللي بيتعرض لها الساحل الشمالي أدت إن احنا ننقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي والزمالك يوم 27 إلى استاد القاهرة، وكان مجهود مشكور الحقيقة من الدكتور أشرف صبحي ومن اتحاد الكرة المصري. طيب إذا كنتوا معترفين إن نوة المكنسة مهددة الأهلي والزمالك، مش هتهدد الأهلي وأبو قير؟ إيه فكرة إن أنا ملعب ممكن يتأثر بالأمطار الشديدة اللي موجودة في الساحل الشمالي وفي اسكندرية في هذه الفترة ألعب في استاد برج العرب؟ طبعا السؤال هيتقال أصل المباراة لازم أن تقام في ملعب محايد. مبدئيا اسكندرية ما هياش ملعب محايد، وبين الأهلي وأبو قير ما أعتقدش أبدا من المناسب إن احنا نتكلم في ملعب محايد. ما الزمالك وإف سي مصر الاتنين من القاهرة، كان الأقدر يلعبوا في القاهرة، راحت السويس. اتمنى ان احنا لو ثبت انه استاد برج العرب هيتاثر بالامطار في الفتره اللي جايه ما يصحش ابدا ان احنا نعرض اللعيبه لمخاطر الاصابه، لانه شفنا استاد برج العرب قبل كده وشفنا لقاء القمه كان عامل ازاي، وده مش ذنب حد ولا تقصير من حد، هي الامطار اكبر واقوى من اي طاقه استيعابيه لاي شبكات صرف في ملاعبنا. المسائل بتبقى سيول بجد، فبالتالي اعتقد المسارعة بنقل المباراة لأي ملعب، هاتوا لأي ملعب في القاهرة، أو لو يعني شوف كتير من ملاعب القاهرة، وزي ما قلت لك مفيش حديث عن فكرة ما أنت بتلعب كده كده من غير جمهور، يعني هتلعب في الدفاع الجوي، هتلعب في استاد السلام، هتلعب في استاد القاهرة، هتلعب في الكلية الحربية، أي ملعب في القاهرة أو حتى في اتحاد الشرطة، أي ملعب هتقام عليه المباراة بدون جمهور كأنه في اسكندرية أو في القاهرة. لكن هنعفي لاعبتنا من التعرض لاي مخاطر اصابات في توقيت حرج، وساعتها حتى اتحاد الكره المفروض ينأى بنفسه عن دايره الشك. انت لو الملعب في برج العرب موحل بالشكل اللي كان عليه قبل كده وتاثر بالسيول، واي لاعب اتعور بفعل الارض، الجمهور مش هيقبل ده بسهوله، والكلام مش هيتفسر بحسن نيه. احنا ليه بنحط نفسنا في مازق وازمه ملهاش اي لازمه؟ ما انا من دلوقتي الاهلي وابو قير في اي ملعب تاني بعيدا عن منطقه الامطار، ده انت لو رحت وديته لاسوان ما عندكش مشكله، لو وديته لاي مدينه غير المدن الممطره في هذا التوقيت ما عندكش اي مشكله. ليه قبل المباراه يوم 21 قبل نهائي افريقيا بخمس ست ايام اعرض نفسي للمشاكل وللحرج وللشك وللاتهامات بدون اي لازمه؟ وانا متاكد انه مش في دماغهم خالص انه يحط المباراه في هذا التوقيت في هذا الملعب لاي سبب على الاطلاق، ربما علشان لازم تروح لملعب محايد، فبالتالي الزمالك راح استاد السويس، مع انه الفرقتين من القاهره ما كانش يحصل اي حاجه لو الزمالك واف سي مصر لعبوا في استاد القاهره، الاثنين من القاهره، ويروح الاهلي وابو قير يلعبوا في استاد السويس، ما عندكش اي مشكله في ده، دول في القاهره اصلا ودول في السويس او في القاهره الاثنين. نتمنى تدارك ده، لانه كمان بعد التاهل الفايز من الزمالك واف سي مصر هيلعب مع طلائع الجيش يوم 1/12، والفايز من الاهلي وابو قير هيتاهل للقاء الاتحاد السكندري في قبل النهائي في استاد السويس. طب ما هو الاهلي هيروح السويس اهو، لانه حد قال لي ما هو امنيا الاهلي ما بيلعبش في خط القناه، ما هو الاهلي لو تجاوز ابو قير هيلعب مع الاتحاد ان شاء الله في قبل النهائي في استاد السويس، طب ما يلعب مع ابو قير من دلوقتي في استاد السويس، والزمالك واف سي مصر يلعبوا في القاهره لان الاثنين من القاهره. نتمنى تدارك ده، لانه الانتظار لغايه المباراه وانه فجأة بامطار والاهلي يبقى لازما يلعب، ولو ما لعبش ما اعرفش، وندخل في مشكله قبل نهائي افريقيا بخمس ست ايام احنا في غنى عنها تماما. نتمنى التدارك ده، ونتمنى ان شاء الله تعالى بكره كل التوفيق لمنتخب مصر. نتمنى انه جماهير الاهلي والزمالك هي الجماهير الكبيره، هي الكتله الصلبه المسانده للمنتخب الوطني. ما يصحش ابدا هذا الانقسام على في السوشيال ميديا لاسباب تتعلق باختيارات لعيبه او تشكيل او تشكيك كمان في نوايا مدرب. كابتن حسن شحاته ما حققش كل الانجازات الكبيره اللي حصلت كافضل مدرب حقق انجازات مع المنتخب الوطني الا بفعل مسانده جماهير الاهلي قبل جماهير الزمالك.
كابتن الجوهري قبل منه وكل مدربي المنتخبات الوطنية كان بيلاقوا هذا الدعم وهذه المساندة من كل جماهير الأندية. وبقول لكم جماهير الأهلي والزمالك عليها دور كبير لأن هي الكتلة الصلبة الكبيرة. فنتمنى إن شاء الله للكابتن حسام البدري وجهازه الفني والمنتخب مصر التوفيق في توجو وتوجو بالسلامة إن شاء الله.